أهلا بحضراتكم جميعا في مقر الأمانة العامة لحزب الشعب الوطن. في إطار الندوات اللي عقدها الحزب ورش العمل، كان النهارده معانا ندوة مهمة جدا جدا خاصة بمشاكل الرياضة في مصر، خاصة إن إحنا على أعتاب نهاية موسم وقريبا جدا بداية موسم. لكن الموضوع ليس مختصر في كرة القدم فقط، هناك كثير جدا يمكن من الأمور التي تحتاج إلى التطوير والنظر في الرياضة في مصر وعلى رأسها قضية الاستثمار الرياضي. النهارده معنا النائب ابراهيم حجازي، وقبل ان يكون نائبا فهو كاتبا صحفيا معروفا وناقدا رياضيا رائعا كلنا تعلمنا منه. نرحب بحضرتك جميعا رئيس لجنه الرياضه والحوارات في مجلس الشيوخ المصري. ايضا معنا المهندس شريف الجبري، يعني عضويا بحزب مستقبل الوطن ووكيل لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشيوخ. اهلا بحضرتك. معنا بقى من مجلس النواب المهندس محمد الجراحي، وكيل لجنه انشاءات صغيره ومتوسطه والامين العام المساعد لحزب مستقبل الوطن، وبالاضافه طبعا لكونه عضو مجلس اداره النادي الاهلي. فاهلا بحضرتك. يعني خلينا نتفق دائما زي مشروع ندوات بنقيمها في حزب مستقبل الوطن، سنبدا طبعا بكلمات المنصه الكريمه، ثم بعد ذلك ستكون ورشه عمل او اسئله مفتوحه نقاشيه يديرها المهندس شريف الجبري بعد كلمات الساده الضيوف. اتفضل يا كابتن. اتفضل.